أخضر أنعش البطولة باختصار. يعني أنا أكون صريح معاك، يعني اختلفت الأجواء تماما. معليش يعني أغلب التوقعات كانت تسير في صالح الأرجنتين، تمام؟ فوز الأخضر قلب الأجواء من فوق إلى تحت، يعني الفرحة، الانتصار، الجماهير، الفعاليات، تفاعل المنتخبات الأخرى معك، أيضا حتى الأضواء صارت مسلطة على المنتخب السعودي. منتخب الآن منتخب مدرب منتخب بولندا يقول سنتعامل غدا مع المنتخب السعودي بخلاف ما كنا يعني مستعدين له سابقا. ليتنا جيناهم هم يدرون عنا، يعني ما كشفنا أوراقنا يعني. وهي حقيقة ما في أوراق تنكشف، لكن صراحة ما قام به الجهاز الفني والإداري، المنتخب السعودي، الاتحاد السعودي كرة القدم، الدعم الحكومي، كذلك ما قام به اللاعبين حقيقة من أداء أدوار مميزة داخل المباراة، يعني فعلا يلفت انتباه جميع نقاد الكرة في العالم أنا أعتقد، إلى أن الكرة السعودية بخير، وأن احنا نقدر متى ما حتى يعني جاتنا خلنا نقول إذا سميناها انتكاسة في يوم من الأيام أو في موسم من المواسم أو في سنة من السنوات، نحن قادرين أن نصنع رياضتنا ونقدر نكون احنا فريق أو منتخب يقارع الكبار. احنا قادمين بإذن الله، هذا إن شاء الله برؤية سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتوجه لدعم الرياضة ودعم اللامحدود حقيقة للرياضة. ما قام به أنا أشوف رجالات الأخضر في هذه المباراة خاصة الأرجنتين، نعم احنا فتحنا العين ان ترى احنا فريق الان مو سهل، لكن قادرين باذن الله ان شاء الله بكره تكون لنا الكلمه الطوله في مباراه بولندا، وان نقدم المستوى اللي يليق، يعني خاصه اذا عرفنا ان احنا مدرب منتخبنا انا ما اعتقد انه يعني ينهج نهج يعني مقدم فيه على فتح ملعب ولا اندفاع ابدا، كان التوازن هديدنا، كان يؤمن بقدراتنا كلاعبين سعوديين ان احنا نامن المناطق الخلفيه، التنظيم الدفاعي جيدا، ثم التحولات، وهذا اللي احنا نجحنا فيه حقيقه. نعم. خلال الشوط الثاني وخذنا المباراه. نعم، مدرب المنتخب قبل الحضور الى كاس العالم كان حريص على انه يكون للمنتخب السعودي هويه، وحتى ايضا انت ايضا كان لك مطالبات في هذا الجانب، صح ولا لا؟ ايه. فهل بالفعل شاهدت هويه الاخضر امام الارجنتين؟ ايه، هذه سؤال حق سعيد هلال هذا. فالحقيقة أوايده هذا حطنا بين بعض غششنا. لا عشان كذا ضحكت وقوة والله. لا أنا أشوف، أنا كنت إلى ما قبل مباراة كوستاريكا الودية الأخيرة، صحيح، أيوة، حقيقة المنتخب، وشوف أنا أقول أن رينارد يعني التصور اللي احنا عشناه أن احنا بنلعب بفكر يعني لو كان جزئي هجوميا، هذا انا ما لمسته. انا كمدرب اكلمك، انا تقييمي الفني للسيد رينارد والمنتخب، انا لم ارى ذاك يعني العمل الهجومي او العمل الفني اللي يعكسنا في التحول الهجومي. لكن اللي فاجأنا فيه السيد رينارد انه عنده تنظيم دفاعي، واني انا بقل يعني الفرص ممكن اخلص المباراه، هذا ما تحقق بالفعل. عندنا تنظيم عالي جدا جدا، يعني لدرجة أني لم أراه في خلال متابعتي في الأيام الماضية لأي منتخب. يعني تعامل المدرب مع المباراة بواقعية، مش المباراة، بالتكتيك اللي وضع للمباراة وللبطولة. بس أنت تقول أنا ما أشوف نهج هجومي، طبيعي أنت تواجه الأرجنتين كابتن يوسف. أنا بنيت أنه يعني أنا قبل كوستاريكا قنعت شوي، أنا كلمك أنا وجهة نظر لا تخالف المدرب، أنا من حقي أني أنا أقول والله منتخبنا الآن وين وصل. نعم. يعني كفني المنتخب إلى ما قبل كوستاريكا ليس مقنع هجوميا، يعني انا يمكن انا غمضت عن موضوع التنظيم الدفاعي. بعد ما جاء احنا مباراه كوستاريكا قلت احنا بخير ان شاء الله، مباراه الارجنتين فعلا احنا تنظيميا في الشق الدفاعي في التحولات الدفاعيه امتياز. نعم. امتياز امتياز، لم ارى الان، وانا اعتقد انه بشهاده جميع النقاد لم يلعب منتخب الى الان. نعم. تنظيم دفاعي زي ما لعب المنتخب السعودي. جميل. عرفت الشق الهجومي اعتقد اشتغلنا في الشوط الثاني، وكان على يعني فترات كسبنا من خلال الهدفين. نعم. اللي نعم. كسبنا فيها. جميل. كابتن خالد فضل.